يوسف زوير عند تنفيذ الركنية. عالية من يوسف داخل المنطقة خطير، جول! جول ثاني لمصلحة الحالة، أبو لاجي لاري يضع الكرة في الشباك، هدف ثاني لمصلحة الحالة وبالتالي يضع فريقه في المقدمة. رأسية كانت ممتازة تماما للمتقدم أبو لاجي لاري، وضع كرة في الشباك بعد ركلة ركنية من يوسف زوير قوية كانت داخل الشباك، هدف ثاني لمصلحة أبو لاجي لاري في الدقيقة 29 من زمن شوط المباراة الثاني. الدقيقة 29 تشهد هدف تقدم للحالة.